أنا سعيد من هون من كفار جرة مع المحل اسمه بوتشا The Real Italian, Authentic Italian Pizza. نحن مشهورين بكل البيتزا اللي بنعملهم كتير طيبين كل العالم بتحبون و you have to taste Anthony, you're gonna love it. هلا بتشوف. كان لي 21 سنة برات لبنان وقررت أرجع على لبنان مع أنه الكل نصحني ما ترجع على لبنان. رجعت وقت رجعت وقت افتح بزنس قررت افتح بزنس. صراحة اغلب المحل عملته انا يعني بايدي. هوت ريات انا عملتهم, البنوكة انا عملتهم, مشان هيك بيني وبينك مش كتير رايحين يعني, بس انه they're doing beautiful environment, cozy place. فتحنا و beyond expectations we're doing extremely well. السبب يعني كتير بسيط, بيتزا يامي. خلينا نقولها بغير طريقة. اوكي اعرفكم على سعيد, الضحكة على وجهه, نفس بعقد, اجواءه كثير حلوين, بحب لبنان ماكسيموم, ترك الدنيا تيرجع وانا معه بالمطبخ لان اليوم رح اعلمني كيف بعمل بيتزا. رح نحط ايد بايد تنشوف انه بيحرز, تجوا من كل لبنان تاكلوا هاللقمة بهالضيعة الصغيرة يلي رواق كثير عندكم. ايه كثير رواق عظيم. كيف ايد بايدك بدك تعلمني كيف بيعملوا بيتزا. ايه اكيد بنبلش. يلا قبل ما اقول لك بدي نتفه صغيره ابرم هيدي بالفرن. يلا الفرن على الحطب 100% على الحطب. هيدي البوتشا. هلا البيتزا السكرت تبعولها هو العجينه والصوص, صوص طماط. اوكي وقديش بعطيها وقت للعجينه؟ انا العجينه المينيموم 12 ساعه بتروح, اوقات بستعملها 72 hours which is the best. هلا نحن ما بنعملها بالشوبك تا ما تروح الهواء من قلبها. Oh my God. هي اول مره بشوف حدا بيعرف وبيحكي بالعجينه. كل العالم بلبنان مع احترامي لكل البيكريز والمنقوش اللي بنفوت عليها وكل الافران بحطوا هيدي العجينه وبتمعوس العجينه بتظهر منها كل الهواء بتطلع بالاخر بتعلق. كثير مهم العجينه ما تتمعوس ولا عجينه حتى لو بتاخذ شويه وقت اكثر على الايد تيضل الهواء بقلبها, تيضل كل التخمير بقلبها. Great. والله حبيتك. Thank you. Thank you, Anthony. كثير مهم اليوم نحكي انه حتى قد ما شدها رجعت محلها ورجعت اخذت محلها, يعني العجينه ما فيها الاستيستي يعني منا مشدوده على بعضها, يعني منا ما فيها تنشن. فاول ما رح احط على الفرن رح نحط لها الصوص عليها, رح تضلها كثير رقيقه تحت السنين, ما رح تكون مشدوده شد. عطيني اياها بصحن طلعت فيها لبرا تصورها, طلعت بالاخر عم باكلها كلها سوا. قد ايه صار لي مش اكل عجينه هالقد مرتاحه, منا معوسه, فيها شويه سميد على الوجه بتعطيها هيدا الاحساس كثير لذيذ مثل الرمل تحت اللسان. جوا في حلوم, قرصه حر صغيره, خضره لبنانيه, زيت زيتون, رائعه. إذا هاي هيك بيتزا كيف؟ ساعت عندكم بيتزا رقيقة مثل الورقة, منا تشي أبداً, عجينتها رائع, التوميتو صوص اسيدك ولا ألذ من هيك, ترافة فلافي وطراية مثل مخدية النوم, قرشة صغيرة من برا,
والجبنة اللي عليها best quality. واحدة من أهم بيتزات بلبنان بكل فخر very proudly بعد نهار كتير طويل كتير مبسوط. ضروري هيدا جبل هاي تلة فيها سلطة قد ما بدكن خضرة مشرومز روكات ليفز بيسل وبقلبها جبنة دايبة وأكيد صوص طماط. نعمل دسير نوتيلا اكيد اكيد نحن بنضلنا بعجينه البيتزا حمصناها قد ما فينا. بيتزا كتير طيبه وبتمنى الناس ما تكون عم تفكر عم بزايد او عم زيدها وما بدها شيء طحين مي سمبلسيتي واهم شيء اهم شيء اهم شيء ما في رقيقه بكره الرقيقه بعتذر بس بكره الرقيقه وبالاخر نوتيلا زيت العجينه يلي ما بتقشط يلي حتى كتير رقيقة بس كتير مهدية على بعضها نوتيلا ما بيتسخن بنزيد عليها شوية ناتس شوية بنان. واو تشيبس مثل البسكوي ولا أطلع من هيك بوعدك رجع لعندك كتير حبيتك هذا محلك تعال تعرف على سعيد هو شخصيا بيعمل البيتزا ما حدا تاني بتسلم واو هو اللي خده معه بيروح لا لا لا